يقول: ما حكم من طلب من إمام أن يقرأ سورة معينة في صلاة جهرية؟ وش القصد من هذا؟ أقول: وش القصد من هذا؟ لم يذكر. فهذا الطلب الإمام ما حد يأمر عليه أو يقترح عليه، الإمام هو اللي يختار السورة التي يقرأها أو الآيات التي يقرأها، ولا لأحد أنه يقترح عليه أنه يقرأ كذا أو يقرأ كذا. نعم.